السلام عليكم. خلال الأسبوعين الماضيين قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع أحياء مدينة تعز 3 مرات، قتلت رجلين مسنين كان ينتظران الصلاة في الجامع، وقتلت طفلين صغيرين كان يلعبان في الشارع، وقتلت رجلا آخر في بيته. 3 جرائم في أسبوع سالت فيه الكثير من الدماء، ولا تزال دماء مدنيين تسيل من أثار جرائم سابقة، جرائم قصف الأحياء السكنية واستهداف بيوت الآمنين، جرائم تخلف قبورا لم يكن وقت حفرها قد حان، وجروحا في الأنفس والأجساد يستعصي شفاؤها على الزمن، كما هو حال الطفلة الجريحة غادة عبد الحبيب التي سنتابع قصتها ثم نعود. كنا راقدين بالبيت الساعة 10:30، كملنا كنا جالسين خارج، بعدين دخلنا البيت نرقد، فرشنا وكملنا، بدينا كده نرقد شوية وقذيفة وقعت فوقنا، وبعدين بزوهن للصفاء جلسوا بالعناية، البنت هذه وأختي، عيال أختي 2 توام و2 بنات، بنت وابن، وبنت ماتت علينا. دخلت لي شظية بالدماغ، وقفت هنا ونزفت، جلست 2 ساعة وماتت، واثنين توأم طرح بهم من شظايا بالرأس، وجلسوا بالعناية المركزة 6 أيام معي. بعدين خرجنا من العناية المركزة للغرفة حق الصف، ودحين حالتي متدهورة، لا تقدر تتقلب، لا تقدر تمشي، لا تقدر، هذا بنت شابة 15 سنة عمري. أنا بالنسبة لي ما حسيت إنه قذيفة، يعني كانت البيت تهتز، كنت أشتي أهرب الشقوق، بس أشوف البيت تهتز ما قدرتش أقوم، كنت أشتي أقوم أهرب شوية كذا عسب ما تعورش، ما قدرتش، كل ما أشتي أقوم أحس نفسي شغلت، رقدت على ماني والشظية عورتني مرة، أخذت رجلي هذه كل اللي هنا، والرجل الثاني فلتت فوق البلوكة، والجهة الثاني فلتت الخشب اللي فوقي، الحمد لله. وأختي الثانية كمان تعورت، تخزقت كل شظايا رجلها. بنت أختي عمرها 7 سنين ماتة. شابة قدامك تشوفها عتيرة، كيف تستوي ضميرك، تتألم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كانوا بيودوني الخارج، قالوا عصب العصب، لأن العصب حقي مضروبة، رجل حقي مايت، قالوا بيودوني تركيا، فلذلك ما شفنا شيء خبر الآن. كلهم خواتم مزوقات، والشيبة قد تعبان مع فشل الكلى ومع القلب ومع ذبحة صدرية ومع الضغط سكر كله بينه، والحالة حالة ما بيش، ما قالوش انه بيودوني، ما قالش اي حاجة، كانوا بيودوني بس ما عاد شفنا شي خبر، والان حالتي كده مستقرة بالمرض، واني ما راح اقلق القدري معي فشل كلوي، تعبانة، حالتي حالة، ما اقدرش اصلحه ولا اقدر اصفيها، ولا اقدر، ما فيش معي حد، ما اروحش مدرسه، ما اقدرش اصفي، ما اقدرش نهار، لا جالسه على القاعده لي 3 شهور، ما اقدرش حتى ريك لا كذا ولا كذا، تعبان مره، حياتي مدهمره. قبل شهر 12 بالساعة 10 في الليل نحن نايمين، بس الحمد لله على كل حال. امشي جنبي تحزينه، شوفي كده بهذه الحاله والشعر محق اللي غير حالته مدهوره، اتعب وتاثر عليه وتاثر على الناس كلهم اللي ما استوابهم بالخبر هذا، ايش ذنبهم من الابرين. اليمين حركه لكن اليسار ما قدرش احركها، قدرش امشي، قد في ب16 عمليه، تعذبت زياده، ما قدر روحي معني، ما فيش مناعة كثر العمليات، ما فيش مناعة يعني اني اقدر امشي، اني اقدر اتحرك، ما فيش حاجة، الحمد لله على كل حال. اضطرب النحق الغا يتعاونوا معنا ويتقابلوا معنا ونشوفوا كيف حالتنا، والشيبة تعبان ما يقدر يتحمل المسؤولية هذه، حق بنت شابة تشتي كل حاجة، مش يتعاونوا معنا بالخير، وكل
تكونوا معنا واقفين حتى نقوم بصحة والسلامة. أيوة حالته تستدعي العلاج، تشتي حق الأقل تشوف صحته، إن صحته مدهورة. والله واصل أروح الثورة هناك، الشي أدلك رجلي أحركه، بس قد دلكت وما فيش حاجة، مكان رجلي يابسة ما تتحركش، تعبانة مرة والأعصاب بالأصبع الكبيرة مقدرش أحركه معيته من الأعصاب. الله كريم، ربنا إن شاء الله يجيب لي عافيتهم. إن شاء الله نشوف كيف، لأنه ما عاد فيش خبر على الأعصاب، قد كان الدكتور عارف بيعمل العملية الأعصاب ما يردوا لنا شيء خبر. إلا فوق 15 عملية سووا لي، أنا إيش داري رجلي حقيقة أو نعم الأعصاب ميتين. بعدين قال الدكتور هذا دكتور عارف قال نعم بيسوي لي بالتورة مدري فين حق الأعصاب حق الرجل. دحين اصلا معي التنتين رجولي، واحده قد التلمت الجرح مني والثانيه ما كان متلمت، سووا لها ثلاث عمليات ما التلمت الجرح، ما كان يطيح وصاح ويخرج مني، وانا يومي صبين. الله كريم، الله ينتقم من كرس السبب. لست وحدك يا غاده في هذه المحنه، إلى جوارك مئات من الجرحى من المدنيين والمقاومين في تعز ينتظرون العلاج، وسبقكم إليه دفعات من إخوانكم إلى المستشفيات في السودان والهند وتركيا، ويسهر على تقديم العلاج لكم الكثير من الأطباء والفنيين والمتطوعين في الأعمال الإدارية والترجمة، وبالتأكيد لن تكونوا وحدكم أبدا إن شاء الله. رأيناك اليوم وأنت في انتظار العلاج، ونتمنى أن نراك عاجلا وأنت تحصلين عليه وتعودين لممارسة حياتك الطبيعية وإكمال تعليمك وتحقيق أحلامك لتخيب آمال الإنقلابيين الذين يخربون البيوت ويقصفونها حتى لا تتحقق أحلام أطفالها وأطفال اليمن. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالمحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مجددا مشاهدي الكرام، كما أرحب بضيفي من تعز المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي. مرحبا بك أستاذ ياسر. أهلا بك مشاهدي قناة بلقيس الكرام. موضوعنا اليوم هو عن قصف الأحياء السكنية وهذه الجريمة التي تتكرر وتتوالى وينفذها الإنقلابيون بشكل أسبوعي على أحياء مدينة تعز والمدن التي لا زالت تطالها نيرانهم. ما هو تقييمكم وتوصيفكم لهذه الجريمة التي لا تكف عن يعني إمطار الأحياء السكنية بهذا الحقد؟ خلال سنتين ونيف من الصراع المسلح في محافظة تعز، وتحديدا منذ شهر مارس 2015، تعمدت جماعة الحوثي القصف العشوائي على الأحياء والمباني والمنشآت السكنية والمباني العزلاء وسط مدينة تعز المكتظة بالسكان والتي يقطنها أكثر من 600,000 نسمة. جماعة الحوثي وقوات صالح تتعمد الإضرار بالسكان المدنيين بقصفها على الأحياء والمنشآت السكنية دون تمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، ودون أن تكون هناك ضرورة عسكرية أو مبررات حربية تقتضي ذلك. لا لشيء إلا لأن جماعة الحوثي تريد الإضرار بالمدنيين، تريد حظ أكبر عدد من المدنيين، هي تبرر ذلك في وسائل إعلامها وعبر نشطائها بأنها تحارب ما تسميهم بالدواعش في محافظة تعز. لذلك فكل سكان مدينة تعز أو محافظة تعز بنظرها هم مقاتلين حربيين، هذا من وجهة نظرها. أما الواقع أن محافظة تعز يسكنها آلاف المدنيين أو مئات الآلاف المدنيين، ليس لهم من أماكن سكنة غير هذه الأماكن، ولا تستخدم مواقعهم أو سكناهم أو منشآتهم المدنية كسكنات عسكرية. لذلك لا يجيز القانون الدولي أو التبرير لهؤلاء لجماعة الحوثي وقوات صالح استهداف المدنيين وسط مدينة تعز.
نعم اتفاقيات قبل في الأربع، المادة الثالثة المشتركة من هذه في هذه الاتفاقيات جربت وبشكل قاطع استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، واعتبرت تعمد توجيه أي هجمات ضد المنشآت المدنية بالمخالفة لهذه الاتفاقية، اعتبرها نظام روما الأساسي ترقى إلى جريمة حرب. وجماعة الحوثي المسلحة وقوات صالح تستهدف المباني السكنية والمنشآت العزلة وسط مدينة تعز وفي أريافها بالمخالفة لكل المواثيق وكل الاتفاقيات وكل الأعراف الدولية. نعم أستاذ ياسر، أنت تطرقت أيضا إلى جريمة أخرى موازية للجرم المشهود المتمثل في قصف الأحياء السكنية والمدن الآهلة بالسكان والقرى أيضا، وهي جريمة طمس هذه الجرائم حقوقيا ومحاولة تمييعها وتطويل الحديث، يعني تبرير أيضا للجماعة المسلحة في هذا القصف. كيف تنظرون كنشطاء لحقوق الإنسان إلى مثل هذا التعاطي مع هذه الجريمة من قبل منظمات وأشخاص يدعون العمل في الجانب الحقوقي وهم يقومون بعملية تبييض لجرائم الميليشيا؟ دعني أكمل الفكرة عن السؤال السابق. أن اليمن مصادقة على أكثر من 53 اتفاقية. نعم هذا في الجانب في جانب النصوص. نعم تفضل أكمل. نعم. أكمل 20 منها متعلقة باتفاقيات القانون الدولي الإنساني أو اتفاقيات الحرب التي تنطبق أثناء النزاعات المسلحة. كل هذه الاتفاقيات تجرم استهداف المدنيين أو توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين، ووضعت مبدأين يجب على الأطراف النزاع المسلح الالتزام بهما، وهما مبدأي التناسب ومبدأ الاحتياط. هذين المبدأين يوجب على أطراف النزاع أن في هجماتهم المسلحة على أي هدف عسكري أن يكون متناسبا مع الهدف الذي يمكن أن يحققوه، أو أن تكون هناك ميزة عسكرية يجب أن يحققوه، لا أن يكون عالية وكبيرة وهدف كبير. نعم نعم، لا أن يكون الهدف عشوائي ومن ثم يؤدي إلى إضرار السكان المدنيين. بالنسبة للمنظمات المدنية والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في اليمن وفي محافظة تعز حقوقا، شهدت محافظة تعز وجود عشرات المنظمات الحقوقية، بينها المنظمات الدولية الفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، وكثير من المنظمات التي تعمل في مجال الرصد الحقوقي لانتهاكات حقوق الإنسان. كل هذه المنظمات وعبر راصديها أعرفهم شخصيا وأثق بقدراتهم. هذا إذن أستاذ ياسر، هذا هو تقييمك لعملية الرصد، رصد الانتهاكات من قبل هذه المنظمات في محافظة تعز؟ دعني أكمل الفكرة. أقول من خلال احتكاكي بهم ومعرفتي الشخصية بهم أثق بقدراتهم وبمهنيتهم في رصد وتوثيق الانتهاكات، وما يرصدونه يتوافق المعايير الدولية في رصد وتوثيق أغلب الانتهاكات التي تمارس ضد سكان محافظة تعز وبينها القصف العشوائي. نعم. لكن يشكو هؤلاء الراصدين في أن مخرجات رصدهم أو توثيقهم لهذه الانتهاكات لا يعمل بها في تقارير هذه المنظمات، لا يعرفون لماذا، وليس لهم سلطة تأثير على هذه المنظمات في أن يأخذوا ما يشاءون ويدعوا ما يشاءون. نعم. هذه المنظمات أو لنقل بعضا منها تجتزئ المشهد الذي يحدث في محافظة تعز أو في الجمهورية اليمنية فيما يوافق هواها أو فيما يوافق رغبتها، خدمة للانقلاب. يعني لا نعرف ما هي الأجندات التي تعمل عليها، لكنها تجتزئ الصورة في أن تأخذ ما هو متعلق بطرف وتغفل انتهاكات جمة وجسيمة لأطراف أخرى خدمة لأجندات هي تعرفها، ولا نستطيع أن نقول
أنها تخدم هذه الأجندات بقصد منها، نعم. لكنها بقصد أو بدون قصد هي تخدم هذه الأجندات بإغفالها ذكر هذه الانتهاكات، وإلا راصديها في الميدان يوثقون كثير من هذه الانتهاكات، ونعرفهم شخصيا وقلنا أن رصدهم مهني ودقيق. إذن دعنا أخي ياسر نتجاوز مسألة من تخدم هذه المنظمات، لنسأل بطريقة أخرى، بمن تضر هذه المنظمات؟ من يتضرر من 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 هذه التقارير المجتزأة؟ من يتضرر من أسوأ أنواع الكذب وهو قول نصف الحقيقة؟ بالتأكيد السكان المدنيين والضحايا تحديدا هم المتضررون من عمل هذه المنظمات وحذلقاتها التي تمارسها ضد هؤلاء الضحايا تحديدا. هي لا تلتزم بالمعايير المهنية الدولية في عمليات التوثيق، هي لا تلتزم بالضمير والأخلاق الذي يجب أن يكون عليها قياداتها وإداراتها التي تعمل عليها، هي لا تلتزم بالأوجاع والآلام التي يتجرعها الضحايا وينبغي أن يصل صوتهم لكل المحافل، هي لا تلتزم بأدنى معايير المهنية والحيادية التي يجب أن تكون عليها في إيصال أصوات هؤلاء الضحايا. نعم. الضحايا هم الذي يجب أن نوصل صوتهم، هم الذي يجب أن نعمل عليهم، وأن ننحاز إليهم أيضا. نعم. ذكرت في معرض حديثك معلومة لفتت نظري، وهي أن سكان مدينة تعز أصبح ما يقارب 600,000 فقط، أين ذهب بقية الملايين الذين كانوا يقطنون تعز ولماذا؟ بالتأكيد محافظة تعز أو مديرتها تحديدا شهدت عملية نزوح جماعي في بداية الحرب. كان هناك عمليات رعب زرعتها جماعة الحوثي في كل مدينة تجتاحها، ومدينة تعز بما حشدته من معدات وآليات وأفراد أصابت الرعب في كثير من قلوب السكان المدنيين. نزح هؤلاء السكان إلى أريافهم، إلى قراهم، إلى مديرياتهم. عاد بعض منهم بعد شهر مارس 2016 أثناء ما فتح جزء من الحصار المفروض على مدينة تعز في منطقة الدحي، عاد جزء من هؤلاء السكان إلى هذه المناطق، وكل منطقة تتحرر وسط مدينة تعز يعود إليها بعض من السكان الذين نزحوا. أقول سكان مدينة تعز يتجاوزون 1,000,000 نسمة، لكن بفعل الرعب الذي أصابهم وعمليات الانتهاكات التي وجهت ضدهم نزح كثير منهم سواء في بداية الحرب أو بفعل الانتهاكات التي مورست عليهم أثناء السنتين الماضيتين. عاد كثير من هؤلاء السكان أو بعض منهم إلى حواريهم أو منازلهم، لكن بعض منهم يتعرضون أيضا. هذا هو الحاصل اليوم، وهذا هو العدد الذي التقديري لسكان مدينة تعز الذين أيضا لا يسلمون من الانتهاكات كما رأينا. ما هي نصيحتك كناشط حقوقي للضحايا بشأن التوثيق؟ ما هي النصائح والخطوات التي دائما ما تكررها ليصبح هذا التوثيق معتمدا ويمكن البناء عليه للمطالبة بالحقوق مستقبلا وملاحقة الجناة؟ في عمليات النزوح دعني أكمل الفكرة. في عمليات النزوح أو العودة، عودة بعض السكان إلى الحارات التي كانت تحت سيطرة جماعة الحوثي في الأسبوع الماضي قتل 11 بينهم 5 أطفال، كان أغلب هؤلاء في المناطق التي عاد إليها السكان حديثا والتي كانت تحت سيطرة جماعة الحوثي وقوات صالح سابقا قبل السيطرة عليها أو استعادتها من قبل قوات الجيش الوطني. بالنسبة لعمليات الرصد والتوثيق في محافظة تعز، بشهادة كثير من المنظمات والناشطين والخبراء أن محافظة سكان محافظة تعز أو الضحايا هم الأكثر تجاوبا مع منظمات الرصد والحقوق والمنظمات الحقوقية العاملة في مجال الرصد والتوثيق في مدينة تعز أو المحافظة بشكل عام. نعم. سكان محافظة تعز بما لديهم وعي جمعي بأهمية إيصال أصواتهم أو نقل أصواتهم إلى المحافل أو إلى المنظمات أو إلى صناع القرار
يتجاوبون بلا شك مع المنظمات والراصدين والناشطين تلقائيا. نعم نعم، لا 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 أسأل، لا أسأل عن التجاوب ولا ولا نشكك في تجاوبهم، لكن كنت سألتك عن أهم الخطوات التي تنصح بها لهؤلاء في حال وقوع أو تعرضهم لأي من الانتهاكات، ما هي الخطوات الأولى، الخطوات العاجلة لمسألة التوثيق لنرسخ مسألة يعني الثقافة الحقوقية لدى هذه الشريحة التي تتعرض للكثير من الانتهاكات؟ هو جزء ما ذكرته هو ينبني عن ثقافة حقوقية موجودة لدى سكان محافظة تعز، لذلك أي جريمة تحدث في محافظة تعز تجد فضاها إعلاميا ينتشر بشكل كبير بفعل النشطاء والسكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المتواجدة بكثافة في محافظة تعز، هذا يدل عن وعي حقوقي لدى سكان المحافظة. هذه الخطوة الأولى التي يقوم بها النشطاء وسكان محافظة تعز بنقل صورة ما يجري في المدينة والمحافظة، هو بالطبع تؤدي إلى نزول النشطاء والراصدين والمنظمات قبل أن يصل قبل أن تصل هذه الفرق. أنا كجار لعائلة تعرض منزلهم للقصف، ما الذي يجب أن أفعله؟ هل أدون لحظة القصف أولا؟ هل أقوم بتصوير ما استطعت من الحادثة في ساعتها الأولى؟ هذا يفيد في حال وصول فرق التوثيق المحترفة تاليا، لكن لابد أن يكون هناك يعني مواد أولية، المواطنون أنفسهم هم من يقومون بتوفيرها أو توثيقها لحظة وقوع الأحداث، لأن الإمكانية تحول دون وصول هذه الفرق التي تتحدث عنها مباشرة إلى مكان الحادثة والالتقاء بالشهود وبالضحايا أيضا. بالتأكيد ما ذكرته هو جزء من الصورة، قلت أن ناشطين محافظة تعز سواء ناشطين سياسيين أو اجتماعيين أو نشطاء إغاثة أو ناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقومون بدور كبير في نقل الصورة مباشرة من مواقع حدوث الجريمة بالإعلان عنها بتصويرها في كثير من الحالات بعرض أسماء الضحايا، هذا مما لا شك فيه ينقله سكان أو جيران الضحايا في مدينة تعز أو المديرية الريفية. هذا ما يحدث في مدينة تعز، وعبره تنتقل المنظمات الحقوقية وتقوم بالتصوير وأخذ الشهادات التوثيق وعمليات التوثيق الكاملة، عملية التوثيق بشكل عام. هناك مديريات ريفية لا تستطيع المنظمات الحقوقية دخولها لسيطرة جماعة. ولهذا سألتك ولهذا بالذات سألتك عن أهم نصائحك لعملية التوثيق، ما الذي يجب أن يقوم به السكان إذا ما تعذر وصولكم ووصول فرق التوثيق المحترفة إلى أماكن الانتهاكات؟ ما الذي يجب أن يفعله الناس بخطوات بسيطة ومحددة؟ بالتأكيد هناك مديريات ريفية لا نستطيع أن ندخلها، يقوم بعض السكان بنقل صورة ما يجري فيها، ومع ذلك ننصح السكان، ننصح كل الناشطين بنقل ما يجري ولو كان صغيرا، فهناك جرائم صغيرة لكن تخفي وراها جرائم كبرى تمارسها جماعة الحوثي وقوات صالح. ننصح نحن السكان بتصوير أماكن الحادثة بتصوير دقيق، إضافة إلى نقل أسماء الضحايا وبياناتهم بصورة دقيقة وجيدة حتى يصبح ما ينقلوه عبارة عن مصدر للمنظمات للنشطاء للحقوقيين، يصبح مصدر يعتمد عليه ويعول عليه حتى من المنظمات التي لا تتواجد في محافظة تعز، هي تأخذ مما تنقله وسائل الإعلام ومما ينقله النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تأخذه مصدر مبدئي لتوثيق هذه الجرائم. لذلك نحن ننصح كل سكان مدينة تعز ونشطائها وكذلك في المديريات النائية بنقل نعم. وضحت الصورة في حوارهم، وضحت الصورة تماما. المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي، كنت معي من تعز، شكرا جزيلا لك.
مشاهدينا إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهري أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الطفلة الجريحة غادة عبد الحبيب تم الرصد، في أمان الله.